وللمزيد مشاهدينا في هذا الصدد ينضم إلينا هاتفيا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. أستاذ خالد، بعد التحية، يعني الاحتباس الحراري وأيضا التغير المناخي بات من الملفات التي تشكل أزمة عالمية ملحة، إلى أي مدى أسهمت السياسة سياسة الدولة المصرية في هذا الصدد في مواجهة تأثير التغير المناخي؟ طبعا يمكن الدولة بتبص على كل الملفات، وبالذات الاحتباس الحراري. يعني يعتبر مصر كانت بتنظم مؤتمر المناخ هنا في شرم الشيخ، اذا فالدولة المصرية بتولي موضوع اهتمام شديد جدا. من الناحية التنفيذية بقى، ان احنا بنتكلم على حديقة الفسطاط. حديقة الفسطاط دي هي كان في مكان في قلب القاهرة، كانت من اسوأ اماكن القاهرة. من اسوأ اماكن القاهرة، 500 فدان متكاملة عبارة عن مقالب عمومية للنفايات، جبال من النفايات، منطقة سكنية كانت تعاني من الأمراض وال مش أمراض بس، صحية، أمراض اجتماعية وبيئية. فكانت هنا نظرة الدولة إن احنا إزاي نحول من منطقة الفسطاط إلى حدائق الفسطاط، حدائق على مستوى عالمي زيها زي اي حدائق في العالم، في امريكا، في اوروبا، في الغرب عامه يعني. وكان فكرتنا ازاي المسابقه ما بين افضل مكاتب عالميه نقدر نخرج بيها الحديقه دي. فكان التوجيه من القياده السياسيه ان ازاي تبقى الحديقه دي متنزه ونفس من الهواء النقي النظيف. فيمكن حضرتك لما زي تفضلت وقلت ان النسبة الأكبر 88% فعلا من مساحة الحديقة كلها مسطحات خضراء. جبال القمامة اللي والمخلفات اللي اتشالت واتهذبت عشان تبقى جبال خضراء. في مشتل هناك على فكرة، مشتل هناك للنباتات النادرة، جمعنا النباتات النادرة وازاي عشان ازاي نحسن البيئة المحيطة بها داخل الحديقة عشان تقدر تعيش فيها. ممكن جبنا مثلا، رحنا حلايب وشلاتين جبنا نباتات نادرة، رحنا سانت كاترين، وازاي نشوف ان يتتعايش في البيئه دي ولا لا. في حاجات تعايشت في البيئه وخلقنا لها بيئه مناسبه للتعايش جواها، وبعض النباتات الاخرى ما عاشتش في البيئه اللي احنا خلقناها لها. طيب، ولكن بنحاول ازاي نحافظ على النباتات النادره. باشمهندس خالد، يعني المشروع مهم جدا، بس احنا عايزين نعرف امتى هيتم الانتهاء من هذا المشروع، امتى الناس تقدر تستفيد من مشروع حدائق تلال الفسطاط. احنا عندنا المشروع في اماكن كتير زي ما حضرتك فضلت، في اماكن الساحه الثقافيه التراثيه، التلال، الارينا، كل دي عندنا منطقتين خلصوا بنسبه 100% اللي هي الثقافيه والساحه اللي بجوار مسجد عمرو، دول خلصوا بنسبه 100%. وبقيه المشروع ان شاء الله ينتهي في منتصف 25، يمكن قبل كده كمان، ويبقى كله على بعضه متكامل على بعضه، يخلص منتصف 25 بتكلفه 13 مليار جنيه. يعني الدولة بتدفع 13 مليار جنيه للحديقة دي علشان تبقى متنفس للناس. وعلى فكرة احنا بنحاول بندرس ان الدخول للحديقة دي بقى مجانا اصلا. سؤال اخر مشوندس خالد، هل هذا المشروع هيكون ضمن سلسلة مشاريع اخرى تعنى به، يعني ايجاد لكل منطقة مثلا او مربع سكني او يعني منطقة مأهولة بالسكان يكون في المنتصف منها حديقة كبيرة، يعني يكون فيها المساحة الخضراء كبيرة؟ يعني خلينا أكلم حضرتك على حاجات برضو مش خاصة إحنا، كل مشروع بنعمله لازم يكون جواه مساحات خضراء. إحنا عندنا بنعمل مشروع مثلا زي مبادرة الدارة، لازم يكون في أماكن خضراء داخل كل مشروع. عندنا مثلا في بعض الجهات الأخرى تبع الدولة، مثلا حديقة الحيوان وحديقة الأرمان، الحديقة دي بيجددوا الأزهار والحدائق والأشجار اللي فيها عشان في أشجار وحاجات تخضج بتموت ممكن تخلق أمراض. إزاي الدولة بتراعي الكلام ده وما بنتش حاجة مباني؟ لا، ده كلها بتراعي الأماكن الخضراء. عندنا لما نتكلم على المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع الأماكن السكنية ما فيش مكان عبارة عن في مسطح أخضر جوه، ونسبة المباني أو المسطحات الخضراء داخل الكتل السكنيه لا تقل من 25 ل 30% مسطحات خضراء. يعني كانت اماكن صحراويه تحولت الى خضراء في المشروعات الجديده. طبعا فالدوله بتحاول توسع الرقعه الخضراء على مستوى جميع مشروعاتها. من الاهميه بمكان يعني المساحات الخضراء المنزرعه دي، يعني الاستفاده منها للجميع، يعني دي حاجه مهمه جدا. اشكرك شكرا جزيلا مشمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. اشكرك شكرا جزيلا.